ما يرتاح والرافد بالميل بالثقلي قالي والمحيوز معيد من وطنك ينزاح كيف تعيط ليك لحظة الفالو هذا قول صحيح ذار بالتصحاح المكتب مربوط تنحى قالو الهادي سعيد عن سيدة مداح يرحم أمه والدنا والمي أخواله نسكل والله في كلامي نبدأ عقب بشريف نحوي وكلامي ومصباح البيت من غالي النسبة عقلي شور ليك هو ذمحاني عقلي صفر قداك فرفت من الكبدة صامورك في الجيش قدي دخلاني دونك حال بعيد ومجايب كودة يا مصباح البيت يا ذو مكاني تابعت لي أجواب في عقب الرقدة يا يجيبها وصف صحيح جندي ريحاني ويقول لي بسني عليه باث أبو أذبا يا أصفى قلبي بي عن طول زماني ندل البرضة عن طول المدة حامي راسي بي عيدان الوالي سعد لسن يا حبيبي بشر يا سادة حظ علي المنزل فوقاني مع النبي والشيخ وجماعة حيدة والقطب المكتوم وأهل العرفاني اللي حبه يفوز على جمع الندى واللي كره يطيح حوض الأسفالي ما يخص خصاص في الهاوية قاعدة يموت كافر ملعون يهودي نصراني حتى يدير سبيل يصدق ما عنده والله العظيم لا وفديانه كلا حب الشيخ ضمن أبو أذبا ثمي شوفه ناسه ودلاله أيوة اللي عمره جديد كي أول عدا كي مثل الصبيان في شاو سيابه أبخر يا قوال بخصاي الحيده